ده نوع من انواع الانتحار السياسي بيقضوا على اخر امل ليهم. وانا مش مستغرب العنف اللي هم بيحاولوا ان هم يكون متواجد في كل حاجه. انت حضرتك لو دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي شفت بعض الفيديوهات خطيره جدا بالذات اللي كانت بتحدث امام جامعه القاهره وهجمتهم على المحلات اللي هي بتاع تصوير الكتب بتاع الطلبة ودخولهم لبعض المحلات وهجومهم على الأهالي. هتعرف ان تلك الجماعة كانت ولا زالت في ثقافتها العنف، والعنف متجذر فيها ومتجذر في الجماعات اللي هي خارجة من رحم جماعة الإخوان المسلمين زي الجماعة الإسلامية كده. وبالتالي حتى يعني عفوا المقاطعة، ولكن لما حضرتك تبص على تحركات الناس دول تحس قد ايه في كراهيه بداخلهم للمواطنين المصريين، وان هم عايزين يصيبوا المواطن المصري بضرر. في اكتر من المشاهد بتاعت وهم يعني يدفعون الاطفال والشباب الصغير من فوق البنايات في الاسكندريه، في اكتر من انهم يدلقوا زيت السيارات على كوبري المطار. يعني انت عايز تعمل ايه في المصريين؟ أيوة. انت عايز العربيات تتقلب من فوق الكوبري والناس تخبط في بعض؟ انت عايز تقتل المصريين؟ ويجي بقى دلوقتي بعد التفويض اللي الناس كلها نازله تفوض القوات المسلحه النهارده، تلاقي بعض الاصوات ترتفع وتقول هو انتوا بتفوضوا يا جماعه القوات الامن لقتل اخواتكم؟ افضل رد سمعته في هذا الشان انه لو كان اخويا ارهابي انا هسلمه. صحيح صحيح. هم ما بيتعاملوش، بص يا رامي بيه، هم ما بيتعاملوش ان هم مصريين. يعني عشان بس اريح الجميع، هم لم يتعاملوا في اي لحظه من اللحظات على انهم مصريين. واعتقد المرشد العام السابق حل هذه المعضله